عام من أعوام هجرة نبيك محمد من الأعوام القمرية يرحل عنا وينطلق من بيننا ولا تأتي مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم إلا ونحن في عام غيره وفي عام بعده وقد انطوت صفحات العام بما فيه فاجعل أعوامنا مملوءة بالخير من حضرتك وبتوفيقك للوجهة إليك في جميع شؤوننا يا ربنا إنك في هذه الأعوام تسعد من شئت وتشقي من شئت وتهدي من شئت وتضل من شئت وتقرب من شئت وتبعد من شئت فيا الله اجعل لنا في ساعاتنا وأيامنا وليالينا وأسابيعنا وأشهرنا وأعوامنا وكل اللحظات التي قضيت أن نقضيها على ظهر هذه الأرض قربا إليك زلفا وقياما بحق الصدق والوفاء واتباعا لحبيبك المصطفى يا عالم الظاهر والخفاء أصلح لنا كل ظاهر وخفاء يا الله يا الله يا الله وارحم اللهم قلوبا فتنت وارحم اللهم عقولا خدعت فصاروا بعد اتباع حبيبك يتبعون أعداءك في فكرة أو نظرة أو مسلك أو خلق وويل لكل منهم إن لم تتداركه يد عنايتك فتخرجه من قبضة هذه الظلمات فيا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اجعلنا من أهل النور وأخرجنا في كل لمحة ونفس من جميع الظلمات إلى أسنى النور وأعلى النور ونور النور يا الله يا بر يا شكور يا عزيز يا غفور افعل كذلك بقلوب الحاضر معنا ومن يسمعنا ومن في ديارهم ومن في قرابتهم ومن في جوارهم ومن والانا ووالاهم فيك يا الله يا الله أريتنا في العام الذي مضى عجائب من قدرتك وعجائب من تصريفك الكون وعجائب من إحيائك وإماتتك وعجائب من شفائك وإمراضك وعجائب في هذا الوجود من تقليبك للقلوب والأحوال ونستودعك فيما بقي من أعمارنا الإيمان بك فاحفظ علينا الإيمان وزدنا من الإيقان ولا تجعل لنا زمانا إلا ونحن فيه أقوى إيمانا بك مما مضى قبله من زمان يا مسعد من يشاء يا مقرب من يشاء يا ناظرا بعين الرحمة إلى من يشاء يا الله يا الله كان من آثار جمع الأنبياء عليك ما أبقوا في أممهم من مجالس التوجه إليك والتذكير والتنوير والتطهير والوصية بما يرضيك اللهم فارحم جمعنا هذا وكل متصل به ظاهرا وباطنا رحمة واسعة ينجلي لنا بها عنا كل غبار وظلمة في القلوب والعقول وتنجلي لنا بها أنوار النبوة حتى تثبت كل منا في من سبقت له سابقة الأزل منك أن يرافق حبيبك يا الله يا الله مرافقة لهذا الحبيب يا من راجيه لا يخيب يا من داعيه لا يرد يا من سائله لا يجبه يا الله مرافقة لهذا الحبيب سيدنا ومولانا
وما يحول بين المؤمنين ومرافقة حبيبك هذا من شهواتهم وأهوائهم وزلاتهم، اصرفها عنا وأبعدها منا وطهرنا منها وصفنا عنها يا معطي العطايا ولا يبالي، يا واهب المزايا ولا يبالي، يا ذا الخزائن التي لا تبيد والعطاء الذي ما له من نفاد، يا رب العباد اختم عامنا بخير، اختم عامنا بخير، وفقنا لحسن السير. وما ينظر مقلب القلوب من قلب أحدكم في آخر أسبوع من عامه هذا، يا رب اختمه لنا بأسنى ما تختم أعمار من سبقت لهم منك السعادة من محبوبك ومحبوب الداعي إليك والدال عليك عبدك المصطفى محمد، فصل عليه صلاة تكون بها محبوبين لك ومحبوبين له في عافية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وهب لنا من لدنك فضلا عظيما. يا الله يا الله، ما يظن بك جمعتنا ثلة من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أبواب التوجه إليك والتذلل بين يديك واستعطافك واستلطافك واستغفارك واستعفائك من الذنوب والأوزار واستمطار رحماتك، وكل ذلك من فضلك الأزلي السابق أدركنا منه هذه المظاهر في اللاحق. لا إله إلا أنت، لك الحمد على عطائك الفائق، فصل على خير الخلائق، ثم حقق لنا فوق ما ظننا من رحمتك وأعظم مما رجونا من جودك في جمعنا وأهل جمعنا، حتى تسري أنوار الصدق معك في كل ذرة من كل قلب حاضر ويسمع، وأروه في هذه القلوب مستمطرا من محض بفضله وسحائب جوده عليكم في قلوبكم عزائم الصدق لما يمتعكم به من العام المقبل. اللهم اجعله من أبرك الأعوام علينا وعلى أمة خير الأنام في الظاهر والباطن والحس والمعنى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا الله يا الله. اللهم لا تدع إثما في قلب أحد منا ومنهم في خاتمة هذا العام، ولا تسجل في صحائفنا في العام المقبل إلا ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، إلا موافقة خير الأنام في كل نية وقصد وفعل وكلام وإقدام وإحجام ونقض وإبرام وقيام ومنام. يا ذا الفضل والإنعام، يا من يعطي العطايا الكبيرة ولا يبالي، يا محسن يا منعم يا متفضل يا مولى الموالي، يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل على الحبيب الأمين وأهل حضرته أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.